مشاهدينا الكرام، أهلا بكم مع بداية حلقة جديدة من نباكم. وعناوين حلقة اليوم هي كالتالي: في الحدث الأبرز إلغاء امتحانات ثانوية بزوارة واحتجاجات وتهديد بالتوجه إلى القضاء. أما في الخبر الأكثر قراءة، زوارة تقول بأن ملاحقة قانونية لوزير التعليم إذ لم يتراجع عن قراره. أما في الترند العربي والدولي، ففتاة مصرية تثير الجدل على منصة التواصل. ومن العناوين إلى التفاصيل، ونبدأ بالحدث الأبرز لهذا اليوم، حيث لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا تضج بخبر إلغاء امتحانات الشهادة الثانوية بزوارة، الذي أثار استهجان العديد من أهالي المدينة وأولياء الأمور. طلبوا وزير التعليم بالعدول عن هذا القرار الذي اعتبره العديد بالقرار الظالم في حق الطلبة، وطلبوا اللجوء إلى القضاء ليفصل في هذه القضية. المزيد في سياق الفيديو التالي لنتابع. نقرا وتضيع هارب ليل نهار، ما نرقدش ما نرقدش، ويجي وعاد امتحان غير هذا غير. ما زال اسبوع الامتحانات، والله ظلم ظلم، اقسم بالله ظلم باهي. ابناء الطلبة والطالبات لمراقبة تعليم زوارة، يؤسفني أن أبلغكم بأن نتيجة الامتحانات في اللجان التي مثلتم أمامها هي محل شك في مصداقيتها مقارنة ببقية اللجان الأخرى في كافة ربوع البلاد. الأمر الذي استلزم حجب نتائج امتحاناتكم إلى أن يتبين أو إلى أن تتبين الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك. ونعلن رفضنا التام لهذا القرار التعسفي في حق الطالب. نرفض وبشدة قرار السيد الوزير المشار إليه بشأن إلغاء امتحانات الثانوية العامة وإعادة الامتحانات. ثانياً، اعتماد نتائج امتحانات الدور الأول بشقيه العلمي والأدبي بمدينة زوارة وإعلان نتائج الامتحانات أسوة بالمدن الأخرى. ثالثاً، إدانة السيد وزير التعليم وملاحقته قضائيا إذا لم يتم العدول عن قراره التعسفي. رابعا، الاعتذار الرسمي من السيد الوزير لطلبة وأهالي المدينة لما سببه هذا القرار التعسفي في حقهم من آثار نفسية واجتماعية. نذهب الآن مشاهدينا إلى التعليقات والتغريدات على منصتي تويتر وفيسبوك، بداية من الفيسبوك وتعليق آلاء البيباص، والذي قالت: قرار الوزير لم ولن يؤثر على الطالب المتفوق، لأنه أكيد تكون الامتحانات الأولى أعطت تجربة حقيقية تمكنه من التفوق في الامتحان القادم. أما لجان المراقبة المفروض المتورطين في الغش يكونوا خارج الكادر التعليمي. ننتقل إلى تعليق آخر، وهو تعليق أيوب صالح، والذي كتب معلقا حول هذا الموضوع: الحقيقة بالرغم من مجهودات وزير التعليم، ولكن معاقبة لا تشمل الطلبة بل المراقبين الذين يتعرضون للمساءلة القانونية. نذهب إلى تعليق نور الدين فرقة، والذي علق: ظلم، لو هناك شك كما قال كان أولى به معاقبة اللجان والمشرفين وليس الطلبة، وكيف يعتمد الأوائل ومدينة محجوبة نتائجها.
أنتقل أيضا إلى تعليق آخر، وتعليق محمد والذي علق: قرار الوزير صحيح والمفروض يتخذ إجراءات صارمة في لجنة المراقبة لأنهم السبب فيما يتعرض له الطلبة. من التعليقات على فيسبوك مشاهدينا ننتقل إلى التغريدات على تويتر، بداية من تغريدة سند والذي غرد: انتهاء اجتماع أولياء الأمور مع المجلس البلدي وحكماء وأعيان زوارة ومجلس الشورى ومراقبة التعليم بقرار عدم إعادة الامتحان ورفع الأمر للقضاء، وسيتلى بيان بهذا الخصوص. محمد عبد الرحمن غرد اللوم على هيئة التدريس والمراقبين اللي في مدارس زوارة، هم خلوا طلبة يغشوا والوزير ما عندهش حل كيف يقيم الطالب إلا بإعادة الامتحان، ولو هي جارية مش حتتعب في إعادة الامتحان، القرارات هذه ما تتخذش بالعواطف وقرار الوزير صح. هلا خليفة غردت: الوزير ما درسش عواقب قراراته، توا هو ظالم في كلا الحالتين بأن يلغي النتيجة أو يلغي النتيجة ويعتبرهم دور أول مكرر، وهذا لم يحدث في تاريخ الوزارة من قبل، وغلط حتى لو حاسب من حطهم مراقبين لأن هذه مش مهمتهم من الأساس ومش حيقدر يحط راسه من راس الأمن والدكاترة، فلهذا مشت على الطالب. إلى ملفنا الثاني مشاهدينا الكرام ومنصاتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والخبر الأكثر قراءة، والذي كان بعنوان: ملاحقة قانونية لوزير التعليم إذ لم يتراجع عن قراره. وفي تفاصيل الخبر: أعلن أهالي طلبة الشهادة الثانوية في مدينة زوارة وأعضاء مجلسها البلدي اعتزامهم ملاحقة وزير التعليم في الحكومة المقترحة قانونيا في حال عدم تراجعه عن قرار إلغاء الامتحانات واعتذاره للطلبة. واستنكر أهل المدينة في بيانهم يوم أمس قرار وزير التعليم إلغاء الامتحانات على خلفية وجود شبهات غش، مؤكدين أن الامتحانات كانت تسير بشكل طبيعي دون حدوث عمليات غش، مجددين رفضهم لقرار الوزير وعدم الاعتراف به. ننتقل الآن مشاهدينا إلى المنشور الأكثر تفاعلا والذي كان لتقرير القناة عن إنتاج ليبيا من النفط الذي أصبح يتجاوز حاجز المليون برميل، وتحصل هذا التقرير على ما يقارب 990 تفاعل كما نشاهد الآن. أما المنشور الأكثر مشاركة فكان لفيديو لطالبة من زوارة تتحدث بحرقة عن قرار وزارة التعليم بإلغاء امتحانات الشهادة الثانوية، وتحصل هذا الفيديو على أكثر من 700 مشاركة أيضا كما نشاهد الآن على الشاشة. تحصل هذا الفيديو أيضا على أعلى نسبة مشاهدة فاقت 118,000 مشاهدة، لنتابع سويا. اسمي سراس نصير حجاج من مدينة زوارة. شنو رأيك في قرار وزير التعليم اليوم؟ كل ظلم، أنا واحدة من الناس اللي مظلومة، أنا عندي شهر ولا شهرين قبل الامتحان وأنا نقرأ كل يوم، كل يوم نقرأ من الصبح لليل، مش معقول يجي توا يعاود الامتحان، مش معقول نهائيا، ظلم وحسبي الله ونعم الوكيل فيه، ما هي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، مرضت أنا مرضت بجد، كل يوم نمشي المستشفى ندير في تغذية واليوم يعاود امتحان، شنو يحسب روحها؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيه بهي. قولي لنا على ظروف زوارة اللي قريتوا فيها، لا مية لا ضي لا شيء. ظروف زوارة ما فيش ضي، نقرا والضي هارب ليل نهار، ما نرقدش ما نرقدش، ويجي وعاد امتحان خير هذا خير، ومازال اسبوع الامتحانات والله يضل يضل. وإلى الملف الثالث مشاهدينا ترند العربي والدولي، حيث قررت شابة مصرية بعدم السكوت على مضايقات تعرضت لها في شارع بالقاهرة فصورتها ورفعتها على حسابها على فيسبوك. يظهر الفيديو المتداول شابا يخرج من سيارته ويتحدث مع الفتاة أثناء وقوفها في الشارع ويدعوها لشرب القهوة في مقهى قريب بحي التجمع الخامس. وبعد مناقشة طويلة مع الفتاة اعتذر الشاب مؤكدا أنه لم يكن يقصد مضايقتها. أظهر فيديو آخر سيارة سوداء على بعد أمثال من الفتاة، يخرج منها شاب ثلاثيني ويدعوها للركوب معه، ثم سألها عن شارع محمد الحبوب عندما اكتشف أنها تصور ما حدث. كوفي؟ ليه؟ بدل ما تروح في الشارع الناس كلها هتضايق، بتصورني على فكره. وانت بتعمل ايه؟ انا ما بضايقكيش والله. لا بضايقني. انا مش بصور، انا فعلا بضايقك.
شايف ان انا ما عملتش حاجه غلط. انا جيت كل اللي قلته لها ان احنا تعالى نشرب قهوه بدل ما انت واقفه في الشارع، اللي رايح واللي جاي بيضايقك. ان هي فعلا كان شكل، يعني كان الموضوع شكله ملفت جدا، فانا خدت بالي منه فقلت لها ده. على فكره مش ده بس اللي حصل، عاوز اقول بس التوعي التاني علشان انا ما يعني اكيد ما كنتش ماشيه عماله بصور. هو الحوار بدا اللي انا مستنيه الباص بتاعي عند ميتنج بوينت اون ذا ران، هو قاعد يمشي ورايا اكتر من 3 مرات، عمال طبعا بيرمي في كلام ويتكلم ويلف ويطلع من العربيه. الآن مشاهدينا نصل بكم إلى نتائج الاستطلاع الذي نشر على صفحة القناة بمنصة فيسبوك. واستطلاع اليوم كان: هل تؤيد قرار وزارة التعليم المقترحة بإلغاء نتائج امتحانات الشهادة الثانوية في زوارة؟ وكانت النتائج مقسمة على أكثر من 5000 صوت، 33% صوتوا بنعم، فيما صوت 67% بلا. بهكذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من نباكم. كالعادة بإمكانكم متابعتنا عبر منصاتنا المختلفة فيسبوك وتويتر تيليجرام، كذلك موقعنا الرسمي النبا دوت تي في. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.